النهاردة هنتكلم عن فرصة كويسة جدا للهجرة لأكتر بلد إفريقي متقدم ومن أقوى الاقتصادات، وهي جمهورية رواندا. مع إنها بلد إفريقية وممكن ده يكون شيء غير مألوف بالنسبة للباحثين عن الهجرة، لكنها فعلا تعتبر فرصة كويسة جدا لأي شخص بيفكر يبدأ حياة جديدة وبيتطلع لمستقبل أفضل وبأسهل الطرق، وده لأنها بتسمح بدخول كل الجنسيات العربية ليها بفيزا عند الوصول، بتاخدها في المطار ب$50، يعني كل المطلوب منك هو جواز سفرك وحجز الفندق والطيران، والفيزا بتكون صالحة لمدة 30 يوم، وبتقدر تحول الفيزا دي لإقامة بأكتر من طريقة، هنتكلم عنهم مع بعض دلوقتي بالتفصيل. تابع معايا الفيديو للآخر، ولو شايف انه كان مفيد ادعمنا بلايك وشاركه مع غيرك عشان الكل يستفيد، وانضم لأسرتنا واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك اي فيديو جديد. جمهورية رواندا هي دولة إفريقية غير ساحلية، موجودة في الوادي المتصدع الكبير وعاصمتها كيجالي. عدد سكانها حوالي 13 مليون نسمة، واللغات الرسمية فيها هما لغتين خاصين بالسكان المحليين إلى جانب اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. العملة الرسمية فيها هي الفرنك الرواندي، وقيمته حوالي 1000 فرنك لكل واحد دولار أمريكي. اقتصاد رواندا متقدم جدا ومن الاقتصادات اللي في نمو مستمر بحسب كل المؤشرات الاقتصادية، وبتحتل المرتبة 7 من حيث النمو الاقتصادي، وتعتبر من أكثر البلاد من ناحية الأمان وانخفاض معدل الجريمة، ده غير إنها أنظف بلد إفريقي وملقبة بدبي الإفريقية أو سنغافورة إفريقيا. زي ما قلنا في الأول، رواندا مش بتفرض فيزا مسبقة على كل الدول العربية وتقدر تدخلها بفيزا عند الوصول، يعني محتاج باسبور ساري وحجز فندق أو أي سكن هناك طول فترة إقامتك، وبتحجز طيران ذهاب وعودة، ويفضل يكون معاك إثبات القدرة المالية على الإنفاق وأنت مسافر، يعني يكون معاك مبلغ كاش مثلا في رينج $500 أو أكتر، أو يكون معاك كاش في حساب بنكي. لكن طبعا لازم تثبت لضابط الجوازات في المطار ان معاك مصدر كافي يغطي مصاريفك طول فترة اقامتك. بعد ما تدخل البلد بيكون من حقك البقاء فيها لمدة 30 يوم بالفيزا اللي بتاخدها في المطار دي، وتكلفتها بتكون $50 زي ما قلنا. الفيزا دي قانونا ما ينفعش تشتغل بيها طبعا، لكن المميز فيها انك تقدر تغيرها بسهولة الاقامة حسب وضعك. اول نوع من انواع الاقامة وهو اقامة العمل، ودي بتاخدها لو قدرت تحصل على اي عمل بعقد رسمي من صاحب عمل مسجل رسميا في رواندا. والموضوع ده ما يعتبرش الخيار الافضل في رواندا لان معدل الاجور فيها اصلا منخفض، والايدي العامله فيها تعتبر متوفره بكثره في كل المجالات المختلفه، لكن ده ما يمنعش انك ممكن تقدر تلاقي شغل فيها حسب مجالك وخبرتك، وكمان تقدر تعمل اي شغل لحسابك سواء كانت تجاره حره او استثمار من اي نوع. وده يعتبر النوع الثاني من انواع الاقامه في رواندا اللي هو اقامه المستثمر، وهو الاختيار الافضل لاغلب الناس اللي عاوزين يعملوا استثمار ناجح بعائد كويس وتكلفه منخفضه. حكومه رواندا بتقدم تسهيلات كبيره جدا لكل اللي بيفكر انه يستثمر فيها مهما كان حجم الاستثمار، يعني لو انت شخص بتفكر في السفر لرواندا عشان تستثمر او تعمل مشروع من اي نوع، تقدر بكل سهولة انك تخلص كل الاجراءات والوثائق والتراخيص الخاصة بمشروعك وانت لسه في بلدك قبل ما تسافر، وده بيكون من خلال الموقع الرسمي لمجلس التنمية في رواندا، واللي هسيب لكم الرابط بتاعه تحت الفيديو. والجميل كمان في الموضوع ان الحكومة بترد على الطلبات المقدمة من المستثمرين بشكل سريع في خلال 6 ساعات بالكتير من تقديم الطلب، وبيتم التنسيق معاك لاستكمال تسجيل السجل التجاري والرقم الضريبي وباقي الاجراءات في خلال 2 أو 3 يوم. ودي كلها حاجات توضح لك قد ايه الحكومة هناك بتشجع الاستثمار وبتقدم كل الخدمات الممكنة للمستثمر. بالنسبة لفرص الاستثمار المتاحة في رواندا ومتوسط تكلفة الاستثمار، تقدر تبدأ مشروعك بمبلغ $100 فقط لو حبيت، يعني مفيش اي حد ادنى المبلغ الاستثمار، وبيكون العائد الشهري من استثمار $100 في مشروعات صغيرة زي تجارة الفاكهة والمنتجات الغذائية والملابس مثلا هو $100 ل$150 شهريا، يعني نسبة ربح تتعدى 100% من راس المال. وطبعا موضوع ال $100 ده مجرد مثال. في فئه تانية من المشاريع الصغيره اللي بتكون براس مال من $100 ل$1000 كحد اقصى، والمشاريع دي بتكون زي امتلاك مطعم صغير مثلا او محل تجاري لاي نشاط، وبمبلغ من $10 ل$50,000 تقدر تعمل مشروع كبير زي المشاريع الخاصه بمجال الصناعات الغذائيه وصناعه الملابس وصناعه الاثاث وغيرها. وطبعا كل ما زاد راس المال وكل ما كبر حجم مشروعك كل ما بتزيد نسبه الربح بتاعتك، يعني زي ما شفنا موضوع الاستثمار في رواندا مفتوح للجميع وبيتناسب مع جميع الفئات، مهما كانت امكانياتك ومهما كان راس مالك هتلاقي الاستثمار اللي يناسبك وتقدر تنجح فيه. من اهم مميزات الاستثمار في رواندا هي المساواه في المعامله بين المستثمر الاجنبي وبين المواطن، مش هتلاقي هناك العنصريه الموجوده في اغلب دول الغرب ضد العرب، كمان هتلاقي سهوله كبيره في الاجراءات وتيسير في كل المعاملات الخاصه ببدء مشروعك ايا كان. والميزه الكبيره برضه هو توافر الفرص الاستثماريه بكثره في مجالات كتير، وده هيسهل عليك كتير في اختيار المجال المناسب. والاستثمار
استثمار في رواندا بشكل عام يعتبر آمن بشكل كبير بسبب تقدم معدلات النمو الاقتصادي فيها باستمرار. وفقا لإحصائيات البنك الدولي، رواندا بتحتل المركز 56 عالميا والمركز الثاني إفريقيا من حيث سهولة ممارسة الأنشطة التجارية. بالنسبة لتكلفة المعيشة في رواندا فهي تعتبر منخفضة إلى حد كبير، خصوصا لو بعدت عن العاصمة أو حتى داخل العاصمة بس بعيد عن مركز المدينة أو السيتي سنتر. يعني مثلا لو هتأجر شقة مكونة من غرفة واحدة في وسط المدينة هيكون إيجارها حوالي $390 شهريا، ولو أجرت نفس الشقة بنفس المواصفات بس بعيدة عن مركز المدينة هتكون بحوالي $250 مثلا. وبالنسبة لمتوسط الأجور فيها فهو $385 شهريا بعد اقتطاع الضرائب. ودي برضو تعتبر من مميزات الاستثمار هناك، لأنك أنت كمستثمر بتحتاج أيدي عاملة بأسعار رخيصة. وأنا هسيب لكم تحت الفيديو رابط تقدروا تعرفوا من خلاله كل التفاصيل الخاصة بتكلفة المعيشة في رواندا حسب كل مدينة. وكده نكون وضحنا كل شيء بخصوص السفر والاستثمار في رواندا بأقل الإمكانيات المتاحة. ويقدر أي شخص إنه يسافر ليها الأول ويشوف البلد على الطبيعة ويعيش فيها شوية وياخد فكرة أكتر عنها ويعرف إيه المناسب في المكان ده بالنسبة لإمكانياته وظروفه، خصوصا إن الموضوع مش هيكلفك كتير لأن الفيزا تكلفتها $50 وممكن تصرف لك في الشهر ده حوالي مثلا $200 أو $300 بالكتير. في النهاية أتمنى أكون قدرت أقدم لكم شيء مفيد ويكون الشرح واضح للجميع. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بلايك وشاركه مع غيرك عشان الكل يستفيد، ولو كنت بتتابعنا لأول مرة اشترك في القناة وفعل الجرس علشان تشوف أي فيديو جديد.